زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة يا متر؟ قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده ب6 جنيه و20 قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة ب6 جنيه. من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ اما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايه ويحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس اصلا خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زين خليها جدعين، لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز عائل مواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوسك. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ايه؟ ليه شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا مجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب سعيده بقى. وانت من اهل انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الترع للعمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ مهموش. مال متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع.
يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمة؟ ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. متسول؟ حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرت من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسويق. ده باين لها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. هذه الحملات؟ أمال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. هذه النحس. يظني ان ده موسم، موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. صارمة. ايه؟ صارمة، اسمي صارمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والصارمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هسيبهم لمين يا عباد؟ صارمة. ايه؟ صارمة. حاسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب طيب، ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب، 6 جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب.
ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ بخمسين قرش الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من خمسين قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. خش تعالوا فالحين بدكم خيمة ما كده طلعوا كلكم. خليك وش تتكلم يا سهموش انت. الله 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 اخلص انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخلص يا غبي. ما حدش ما بيهدك. ما تقولش وقت. ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي.
وسوق. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اخو، ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما قراب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده منظر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة.
يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه؟ يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها والعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمى. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجه، انا شغل حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك، لا انت واخدها. ايه ما مش حاجه بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا. نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار، ايجيبشن ماني، تشكر. سعد عاجز النظر، إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة، ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جرح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش زبونه لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخه عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمك. راجل في الرجال نادر مثالك. يا جلال انت يا جلجل يا اللي يوكل. الواحد معدته بايظه. غيره. ما كفاية كده بقى يا أخير. يا روحي خايفة علي؟ ما تخافيش، ده أنا أشرب المحيط وأرجع الراجل اللي جارك دي عطشان. بس خلاص تشطيب تشطيب تشطيب. هو مش برضو حداكوا في البيت فيه مشروب؟ بيت. سيجارة. شوف أنا مش هكسفك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان تبقى تروح بلدكم تقول لهم سيناجا بخد مني دخان. إلهي وانت جاهي يا شيخ، ربنا يجبر بخاطرك. حساب حساب. هو انت استكفيته خلاص؟ خلاص تشطيب أمره، بس لما يجي سيبولكم. ايه النظام؟ نظام ايه؟ انت مستحية مني ولا ايه؟ عبد الله. نعم. تعال شوف الحساب علشان نقفل. الحساب لو سمحت. الحساب؟ ايوه. ما انا ما حاليا بس. هو بلبل بيه راح فين؟ بلبل مين؟ صاحب اللي كان قاعد معايا، راح يتكلم في التليفون وزمانه جاي. يا خليل. افندم يا مدام. اهلا يا خليل. هو في حد في الكابينه بيتكلم؟ ابدا يا مدام. طب قول للاخ من عناية. ياقوت. يا ثروت. عم شافي. اهلا وسهلا منورين. شوف الرجاله يشربوا ايه. الحساب. الحساب يوم الحساب. ما تضحكوش ليه؟ هتدفع الحساب ولا خليهم يشوفوا شغلهم؟ الا انت بتحب الفلوس قوي كده ليه؟ دي معرفه الرجاله ما تتقلش بمال. على العموم سيبولبول بيتكلم في التليفون وهيجي يدفع لكم اللي انتوا عايزينه. الاخ اللي كان معاك خرج من بدري.
الاخ اللي كان معايا خرج من بدري خرج من بدري خرج في خرج خرج يعني ايه يا سي خليل؟ وانا شرفني. شرفك؟ شرفك ازاي؟ هو ده يبقى برضو ده لو كان خرج روحي هتخرج معاه. يا اخ ما تعطلناش، ادفع الحساب وخلصنا. حساب؟ هي الحكايه حكايه حساب؟ حساب ايه؟ امال حكايه ايه يا فالح؟ ده لهف مني تمن المحرات ألوفات. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يعوض عليك. الله يعوض علي؟ الله يعوض عليا؟ ما هو الله يعوض على هو بلبل ده؟ بلبل مش نصار، بلبل ده 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 صاحبي، ده 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 حبيبي، ده من البلد بتاعتي، وجاب لي جاب لي جاب لي جاب لي لحمه كباب واكني، وبعدين ده لابس افندي، لابس افندي يبقى حرامي، واكني بسبوسي، وجاب لي حط لي لحمه بالحلاوه الطحينيه، ولابس افندي. بلبل دي مش نصاب، انا 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 بلبل دي نصاب. يا حول الله، الراجل بيهاتي. معلش بقى، اهدى اهدى اهدى. ماني هذا هو اني هادي؟ هو انا قلت حاجه؟ هو ايه العبارة؟ الفلوس راحت فين؟ هو مين سرق مين؟ هو خدهم منك ازاي؟ ده ما كانش عايز ياخدهم، ده انا كنت بتحايل عليها علشان ياخدهم، كنت ببوس ايده علشان يسرق لي. يا بوي اما انت احمر حموريه. المهم انت معاك الحساب ولا لا؟ حساب؟ حساب ايه؟ حساب ايه؟ بتدور على 20 30 جنيه؟ انتم امال انا اعمل ايه؟ انت واخد مني قفه فلوس. ده مفيش فايده منه، انده للبوليس يتصرف معاه. استنى يا اخينا، هو الحساب كام؟ حساب 40 جنيه. خد. ده انا بقى بيتلملي، ده انا سرقت بحقي وحقيقي. اهدى اهدى، ما يقعش الا الشاطر. شاطر ايه؟ ده انا طلعت اخيه بالخايبين، ده انا اديتهم له بايدي. نفس اللي حصل لي اول ما اتدليت مصر، بس ربنا بقى رزقني بابن الحلال اللي دفع لي الحساب ومنع عني البهدله. طب انت حمار، انا يتنصب عليا ازاي؟ انا يتنصب عليا ازاي؟ ده لسه مش مصدق. مش مصدق؟ لكن هو ما كلمكيش حاجه بخصوصي. قال لي انك بتشتكي من الويسكي. ويسكي؟ ويسكي؟ لكن ما جابلك سيره حاجه تانيه؟ زي ايه؟ زي علشان يعني بعد ما تخلصيني في ال زي ايه بقى؟ ما خلاص ما تقول. انا لا هقول ولا حزين، ده انا طلعت حمار حموريه. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش هسيبه، هلف عليه مصري شارع شارع، حاره حاره، زواق زواق. يا جدع انت بلاش عبط. انت فاكر مصر صغيره ولا هي عزبه؟ ولا هي عزبه؟ واني ورايا ايه؟ ماني خلاص بقيت صايع. انا من رايي ما تضيعش وقت، بلغ البوليس وهما يجيبوا لك من تحت الارض. لو بلغ صرت هتطلع في الجرانين، واهل البلد يشوفوها، واللي ما يشتري يتفرج، غير بقى الحكومه هترحلوا على البلد. لا لا، انا مش عايز حد يضرب الاهل البلد لحد ما جاب لهم حقهم عن دير مليه. طب مش عايز اي خدمه تاني؟ تشكر، يتردلك في مصيبه يا عمده. طيب سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لكن هو ما جابلكيش اي سيره بخصوصي؟ سيره ايه بس؟ طيب طيب هفرجك رجب يطلع مين يا بلبل الكلب. وامانه يا اخوانا، امانه عليكم، امانه ما حد يجيب سيره للجرانين ولا للحكومه، احسن لو عرفهم هيرحلوني وما اعرفش اخد حقي منه بالمليم. سلام عليكم، سيبوني ادور عليه في هدوء في هدوء. لكن هو ما جابلكيش سيره اي حاجه بخصوصي؟ السلام عليكم. مين عليك كلام؟ باص سلط. باص انا شفت معك ايه؟ 3-9. لا خليهم الدور الجاي. 4 آلاف. صلدك كام؟ يا لطيف، انا الفلوس يا استاذ.
على اذنك ثاني واحده يا احباب. ماشي دور فرع عم سيد. ما تفتحوا لنا يا عم. لا انت صبحي. خش يا راجل. ايه اللي انت عملت نفسك ده؟ كنت في حفلة تنكرية. فرقوا لي عن اذنكم. ايه يا صبحي؟ عملت ايه؟ كله تمام. والمطلوب؟ الحساب 100 ورقة غير أتعابي. يا حرامي. الحل من بعضها معلمة. مين عليك كلام؟ ما تقلبوها مالك وكتابة وأنا ألعب معاكم. وحشاني موت. انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. ايدك على 100 جنيه. ايه؟ سمعتيني كويس. والفلوس اللي خدتها من الراجل؟ خسرتها. بس ده كان مبلغ كبير قوي. عارف. يلا يلا ما ضيعش وقت. يلا عشان نعوض. بلبل يا حبيبي، ما دام حظك وحش بلاش تروح. تعال استريح. يا ست ما تضيعيش وقت، هات الفلوس خلصينا. لا مش هدي لك وبطل الحركات بتاعتك دي. انت مش هتبطل الاسطوانه بتاعتك دي؟ وانت مش هتبطل النصب بتاعك ده؟ مش هبطل ومش هبطل خالص ابقى بعد كده. يا دي الحظ المنيل. حتى الراجل اللي بحبه يطلع قمرتي. عيب يا حبيبي، عيب. تعال استريح. تعال يا بابا عشان خاطري. يعني مش هتجيب ال 100 جنيه؟ لا مش هجيب عشان تبطل. طيب يا جلال خليك عارفاها ان وريتك وشي تاني يا جلال. طيب. بلبل نبيل. ايه حبيبي؟ لا مش عايز. ايه الحظ المنيل ده يا رب. انشراح. انت خايف من ايه؟ احنا فين؟ بص وانت تعرف. جهنم دي؟ ده المستوقد اللي بنسوي فيه الفول. بتاكلوا كل المدمس ده؟ ولا بندوقه، ده للموعودين يا عم. المدمس للموعودين؟ امال انت بتاكلوا ايه؟ برسيم؟ فضها سيرة. ايه حكايتك؟ اتنصب علي وبقيت يا مولاي كما خلقتني. يا مسكين وهتعمل ايه؟ مش عارف. انا تعبان، تعبان قوي، نفسي انام. تنام؟ طب ما تنام. فين؟ هين في المكان اللي انت فيه ده. مين يا انشراح؟ ضيف غريب يابا. اهلا يا ابني. اهلا بك. اتفضل. تشكر يا حاج. قمت ليه يابا؟ ده انت عيان الآن. مش عارف هتعمل ايه في الفول بتاع الناس. اطمن، هروح اودي قدري وارجع اودي قدرك. تنزلي البلد مرتين؟ صعب عليك يا بنتي. لقمة العيش يابا.
ومحدش بياكلها بالسهل. معلش بكره تقوم بالسلام، خش انت استريح. براو عليكي وحياه سيد ابراهيم الدسوق، انت اجدع من رجاله كتير. تشكر. وناوي تعمل ايه؟ ناوي اشتغل لحد ما الم تمن المحران، ما هو اللي سرق مني تمن وابور الحرب كتير ولو فات. ده انت هتشتغل العمر كله مش هتلم نص الف واحد، الا بقى اذا اشتغلت شغل براني. اشتغل شغل براني؟ اخص على كده. زعلت ليه؟ هو الشغل البراني ده حاجه وحشه لا سمح الله؟ ما كنتش تعرف؟ ابدا. يبقى سماح. تعرفي تقري؟ خفيف خفيف. 109 شارع النهر بالزمالك. تعرف صاحبة الشقة دي؟ واحد بلدياتي يعرفها، هفكرها بيه، يمكن تشوف لي شغلانة. يروحوا له منين المكان اللي مكتوب في الورقة دي؟ الزمالك يا سيدي لما انت بعد كبرى ابو العيلة. وكبرى ابو العيلة ده يبقى فين؟ قبل كبر الزمالك. هو أنا عرفت كبرى ابو العيلة لما هعرف كبر الزمالك؟ عند كبر 6 أكتوبر. هي البلد بقت كلها كباري ولا ايه؟ طب اسمع، الصبح تاخد الاتوبيس وتنزل في العتب، وهناك تسأل هيدلوك على الاتوبيس اللي رايح الزمالك. صباح رباح بقى انشراح، انا عايز انام. نام. معرفش حد بالاسم ده، لكن هو بعتك ليه؟ معرفش، هو بعتني وهو الخير كتير اهو. فهمت، خديه اعتدال ولبسيه هدوم سعيد. عينيا ورايا. قبلتي مش كنت تتأكدي منه الأول؟ ما تخافيش يا بنت، ده باين عليه مداول قوي. امسك. ايه دي؟ أعمل بيها ايه؟ روح دلك رجلين الست شوشو. انت جننتي اعتدال؟ اوه، اعمل اللي بقولك عليه. ده انا راجل كنت محترم. باين عليك مش هتعمر. على ايه؟ هاتي. بقولك ايه؟ ها؟ ما تعرفيش هم هيدوني كم؟ هتكون مبسوط، روح شوف شغلك. بس دي شغل الستات، ده انا راجل كنت محترم. ما انت عارف اهو. الله يخرب بيت ابوك يا بلبل. يو ما تقرب يلا تنقرف. استنى رايح فين؟ اقعد ادعك للجاي. بتحطها في دماغك دي مش شغلك انت، تشوف شغلك وبس. انت هتضربي حد بالروسيه ولا حاجه؟ دمك خفيف يا مهبل. اروح اشوف مين في الباب. مالكش دعوه، انت شوف شغلك وبس. وسعينا شوف مين اللي على الباب يا بنت. ايوه بيصرف على ايه؟ اهلا يا معلم. اهلا بيك معلم عبد الستار يا ابنتي. ازيك يا حلو؟ عنك يا معلم. تشكرك يا ابو سينا. اهلا يا معلم عبد الستار، تعال يا روح. اهلا بيك. مساء الخير يا ست الكل. مساء النور يا حبيبي، اهلا اتفضل. خد ياض. ايه ده؟
امال فين اعتدال؟ موجودة يا اخويا بس في المطبخ. اتفضل استريح يا روحي. لا انا مش هستريح الا مصالح كوثر. كوثر؟ ليه؟ وانتوا زعلانين ولا ايه؟ اصلها واخدة على خاطرها مني الليلة امبارح. لكن عليا النعمة من نعمة ربي، انا النهاردة قلستك. اسم الله. اهي موجودة يا اخويا نايمة في اوضتها. اتفضل خش لها. تشكرك. يبقى قول دستور وانت داخل. ولد في حريم نايم جوه، يمكن فيهم واحدة مش متغطية ولا حاجة. اخلص خالص، يلا خش المطبخ شو شغلك. أوو وجع. الله، أنت بتعمل إيه؟ هتنام قبل ما تتعشى؟ عايزين تعشوني؟ عشوني. خد. أنا راح أشتري فساتين وحاجات، أوعى تنام قبل ما أجي. روحي. اتفضلوا تعشوا. راح ياخد مكانه. ان شاء الله ما تعشيتوا. خد مكانه. ايه ده؟ خد الحيط. وحياتك يا حاج الضابط، احنا كنا بنتسلى حتى سالهم. ايوه مظبوط. ايوه مظبوط. دامي. بس ايه الزيطه دي؟ انتوا عاملين هوسه ليه؟ هو النهارده في هوسه ليه كده؟ دامي. عملتها يا كلب. عملت ايه؟ انتوا بتعملوا، انتوا تعبوا عسكر وحراميه. دامي. دامي. بس عايز اتكلم. يا اخويا حاسب عليا. اخدني. رايحين فين؟ يلا جامد. يلا وكلكم حتمشوا. وانا عارف لوحدي. دامي. ما انا حاجة معاك. هو انا عارف لوحدي. دامي. انما حضرتك اسمك ايه؟ نحن رمضان الفقي وكيل نيابه قصر النيل. هو حضرتك اسمك رمضان؟ ايوه. وانا اسمي رجب. شوف محاسن الصدف وربنا سبحانه وتعالى لما يجمع الاحباب. بس يا راجل امرنا بالاتي: يخلى سبيل المتهم ما لم يكن محجوزا على ذمة قضايا أخرى بضمان بطاقته الشخصية. هتمسكوني ليه تاني بقى؟ مش سعادة البيه قال تسيبوني؟ أيوه هيسيبوك، بس بعد ما تروح القسم وكملوا بقية الإجراءات هناك. ما تطلعوا ست شوشة دي وحدانية. شوشو؟ امشي يا راجل الجارة بره، خد العسكري. حاضر مني. سلامتك يابا. أدعك لك رجلك؟ لا يا بنتي ما توسخيش إيدي، ده أنت هتاكلي. اهلا يا ابني رجب. ازيك يا رجب؟ الحمد لله. كنت فين؟ انا اتبهدلت خالص في البلد دي. ما لقيتوش؟ لا لسه، بس لازم حلقيه. اي عنك يابا. ضهري بينقح عليا. اقعد يا رجب، اقعد كل. انا نفسي اعرف المكان اللي بتودوا فيه القدر. ليه؟ كنت اوصل القدر بتاعت ابوك. وانا يعني كنت بعرف. امال مين اللي يعرف يا ابو الحاج؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد الحمار. ابويا يركب مع القدر ومسعد يروح ماشي، اول ما يقف ابويا ينزل ينزل القدر المليانه ويحمل مكانها القدر الفاضي والحمار يروح ماشي. يعني الحمار هو اللي بيمشي ابوكي؟ وبيمشيني انا كمان. حمير مفتحه، حمير واعي، حمير ولاد بندر، انما الحمير اللي عندنا حمير. انا كمان هخليه يمشيني. مالك انت عيانه؟ بس هنتعبك كده يا سراجة. نرد حبة صغيرة كده من جمايلكم. تعيش يا سراجة. طول عمرك مسخة يا ابن سلاجة. حلوة دي يا علي. بلاش كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أبو الحاج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بقول إيه يا حضرة العمر؟ الفار ابتدى يلعب. ما تخافش يا أبو الحاج، اطمن يا أبو الحاج. اطمنوا يا رجاله، رجب ده واعي قوي 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 وطقرم قوي قوي. رجب ده يا رجاله مفتح ومتكتك قوي وزمانه جاي دلوقتي ومعاه بدل المحرات اربعه. ولا اربعه ولا خمسه، انت مش فاهم حاجه خالص. طب ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ اقعد يالا انت. حاضر يا ابو العمده.
اتاخر عشان بيدور وينقي ويفاصل، هي حاجه بتسهل. طمنت قلبي. الله يطمن قلبك. لكن انا قلبي بقى مش مطام. بقول ايه يا بالعمد؟ بقول ايه يا بالحاج؟ بقول ايه يا رجالي؟ انا عندي فكره كويسه، اخطف انا رجلي دلوقتي لغايه مصر، اروح اطمن على رجب واجيبه معايا. ايه رايكم؟ انا احسن واحد يطلع في الماموريه دي. يا اخي تلهي. بقول ايه يا بالعمد؟ عايز تلهي يا غباش؟ بدل ما تضرى من بره، انا شاركت اخو جماعتي وعمتي وبيت ابو اللازم فهمي وأهاب وحنزل مصر اشتري محرات. والمحرات اللي هيجيبه راجل. ايه والله كتر المحرات ما تخسرش، والارض هي محتاجه. يلا اللي تشوفه. ولا يا غباش عايزاه يا بستات. امانه عليك تدور على رجب وتجيبه معاك، اصلا انشغلت عليه خالص. امسكك ولا تجري؟ لا امسك صاحبي. انت مودين على فين؟ هنقعد قعده اكل وعمل. ايه اكل وعمل دي؟ ما هو الناس المحترمين اللي زيه زيك لما يعوزوا يتكلموا ياكلوا ويتكلموا. يعني هتعمل ايه؟ انت منين يالا؟ انا من شمبارك، شمبارك الميمون. كلت ولا لسه؟ أنا من ساعة ما عرفتك وأنا حاصل لي امتعاص. امتعاص؟ طب يلا ادخل. لا يا حيدي، خش أنت جوه على الجول، لا تسهلي وتجري. أجري؟ أجري ليه يا رجب يا حبيبي؟ إيه وأنت مش كباري لقيت ابن الحلال اللي يدفع لي الحساب؟ إنما هنا مين مين عارف؟ يا صون، تاخد إيه يا رجب بيه؟ آخد عمرك، آخد فلوس؟ حتى واحد فول واحد طعميه يا بيه، انا مش حاجه. ايوه حتى فول وطعميه، ده ليك داببها كباب وفراخ. كباب وفراخ ايه بس يا رجب يا حبيبي؟ ايوه ريك نازل فرتكه يمين وشمال، هي كانت فلوس ابوك. اهدى اهدى بس وفاهم هدوء والعقل. هدوء ايه وانت غريب فيا عقل؟ ربنا يهدى، ربنا ياخدك يا شيخ، ده اللي غلبان وفلوس غلابه. كل اكل، انا نفسي مسدود، سددت نفسي عن الاكل. ده انت واقع. فين الفلوس يا بلبل؟ مالك اعصاب؟ يعني ايه؟ الفلوس اتسرقت كلها. نهار ابوك اسود. يعني لو ما كانش اتسرقت كان ايه اللي نزلني الشغل النهارده؟ ده انا هاخد زمرتك وامشيك من غير زمار. كلام زياده هسيبك وامشي واخبط دماغك في الحيط. هقتلك واشرب من دمك. هتتسجن وهتبقى فضحتك بجلالي. هبلغ عني. مش هتستفاد حاجه، لان الفلوس خلاص وانا هتسجن وانت برضه هتبقى فضحتك بجلالي. طب قول لي ايه اللي اعمله فيك وتبقى فضحت من غير جلالي؟ هو ملهاش حل. ملهاش حل ازاي بقى؟ ايه؟ انت بتقرا الجمار ومش مستعنيني؟ السياسه هزايدك قوي؟ يا ابني ايه؟ اهدى يا حبيبي، كل يومين ادبر لك فلوسك تشتري المحلات وتسافر بلدك وخلاص تحل عننا. انت بتنيمني يا ابن ام بلبل؟ اقسم لك بشرفي. شرفك؟ اطب؟ هو انت ليك شرف؟ وبعدين يا رجب انا استحملتك كتير، ما تخلينيش اتنرفز. طيب يا سيدي ما تتنرفزش انت. هاني اتنرفز هاني.
طيب والكام يوم دول يطلعوا كام يوم؟ ايه؟ يعني الكام يوم اللي يعني قد ايه يطلع كام؟ بتقول ايه يا ابني؟ الكام يوم اللي انت بتقول عليهم دول يبقوا كام في الايام؟ يوم، شهر، سنة. سنة؟ سنة يا مفتري؟ والله يمكن دلوقتي حالا دعواتك معانا. ايوه دلوقتي حالا تلاقي واحد ابن حلال زي حالاتي تنصب عليه. قرنا فيها بقى، انت مش ليك انك تاخد فلوسك وخلاص؟ ايوه خلاص اتفقنا. طيب وانا هفضل صيح الكام يوم دول الباقيين دول؟ لا ادور لك على وظيفه تشتغلها، سيبنا افكر. بقول لك ايه يا رجل؟ وافتي يا اخويا افتي. انت نفسك تسدد ولا لسه؟ تسدد ازاي بقى ما انا باكل اهو؟ لا مش قصدي على الاكل، الحريم. هو في الحقيقه يعني ان النفر مننا لما بيبقى فاضي بيبقى عايز يعمل اياته حاجه. طب قوم بينا. فهمني الاول ايه العباره؟ هعيشك اليومين دول في هنا لحد ما اجهز لك فلوسك. شوف اما اقول لك انا مش مصدقك، لكن مرغى ما صدقك، لاني لو ما صدقتك شيء مش هتفرق حاجه، ولو صدقتك برضه مش هتفرق حاجه. اكبر كذاب في الدنيا. جرسون الحساب. ده انت عليك حبه فسلكه. انت مش بتقوم عروض تقول ان صاحب السرايا اللي احنا كنا جواها دي يبقى صاحبك؟ دي حقيقه يا رجب مش معنى. طب لما هي حقيقي ما تروح تستلف لي من المبلغ وتخلصني. يا ابني انا ما دخلش المسائل الماليه بيني وبين اصدقائي. شوف ازاي ده انت عليك فزلك. ايه هي دي؟ اسمع انا اخش اوضب القعده ولما تستقر القعده هشاور لك. تلاقي لا في قعده جوه ولا حاجه، لكن اعمل ايه مرغى ما صدقك. انت هترغي ولا تسيبني ادخل؟ ادخل بس تلاقي فيه باب تاني من الناحيه التانيه يودي على جهه تانيه وتروح انت هربان من الناحيه التانيه. لكن اعمل ايه؟ ما باليد حيله. ادخل ادخل. دخلت جهنم في بقوني. ايوه صباح الخير. صباح النور. مش انتوا اللي عاملين الاعلان ده؟ بالظبط. هو انت اللي لا 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 ده هو اللي فكرك ينفع ده؟ طبعا يا فندم دي شغلته. نشوف لما تجربي هتشكريني. طبعا اذنك لحظه واحده. اتفضلي. ها ايه رايك؟ مش بطاله. يلا بقى ورينا همتك. استنى هنا. هو معاه بطاقة؟ أوراقه مستوفية يا هانم، وإلا ما كنتش أدخله مكتبي. هو أنت عندك مكتب؟ طبعًا، في باب الحديد. اسألي على بلبل عبد الدايم ألف من ديلك. اتفضل. شكرًا. يا رجب. أقبلني، أقبلنا لما نقبض زيك يا سيدي. يلا كده الجدعان كده وتبيض وشنا. دعواتك. بقول لك إيه؟ إيه؟ أنت تجهز بالفلوس وتجيني على طول. طبعًا يا رجب طبعًا. مصدقك؟ لا. خش خش. الست مستنياك. امشي. اتفضل. ايوه عاملها. لا 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 انا ما احبش الحركات. هي مش حركه حركه انما هي تحليل بضاعه. ها هتبسطها. هي مين دي؟ نانا.
هي ناني ولا؟ قلت لك نانا. نانا ناني. أرجوك أنا عايزك تبسطها وتريحها وتنفذ لها كل طلباتها. شوف يا هانم، أنا هخليها تقولك هو ده اللي هو. هنشوف. نانا، ننوسة. يا ننوسة، ننوسة. اه يا بلبل الكلب. بقول لك اسمها نانا. هي دي هي نانا. بسم الله ما شاء الله. ايه انت مالك خايف كده ليه؟ لا اصل الزمزميل المزمزيل جرم قوي. ايه ده، انت جاي تفسحها ولا جاي تقر؟ فسحي والله وبقيت مفسحتك. لا يا رجب يا ابن عبد البر، لكن مين عارف، يمكن بعد ما فسح الكلبه السناره تغمز وافسح سته. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب، رجب عبار، من شباك الميموني مش على الخريطه. على العموم الجنينه قريبه، خدها فسحها مشيها وخليها تقضي حاجتها وهاتها على طول. حلوه تقضي حاجتها دي. يلا خد يا رجب بس ما تتاخرش. هي بتعض يا استهانم؟ لا ابدا، انت طيبه خالص. قلت لي حضرتك اسمها ايه؟ نانا. ناني؟ اه عاشت الاسامي. تعرف ان دمك خفيف. انت لسه شفت حاجه؟ شيخ. اه بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ احنا هناكل علقة. قرب يالا انت وهو. اسمك يالا؟ بركات. حسن لاش ولا سعادة البيت؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاسود؟ ده هو سعادة البيت. وبعدين يا حاج، ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له اه. قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه. اسكت. حاضر. اهو. انت لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما كانت عيالك. انا اول مره اشوف. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه سعاده البيت، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج. انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حالك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، مستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني ما فيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تابع عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت
يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقانين وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع اللوسطة تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه انت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العصر بواقف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي ودين الابخار عليك. طبعا نبقى يا طبعا نبقى يا طبعا نبقى يا طبعا نبقى يا ماشي. لا اله الا الله. انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. لا ايش ايام تعبان ده، ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري. اخد طاقتي. يلا. تعيش يا باشا. تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت تهتم في نفوخك يا جد؟ وانا عاد فيها نفوخ. انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو، انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه شغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله، شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده، لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت لك عندي 700 جنيه ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله، عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا، انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤطن. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب طب
الفلوس كلها هي. طب كفاية بقى، كفاية أرجوك. يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بقى الناس حد الله ما بينه وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خلو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمة والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطة. هذه الحلاوة بقى يا حاج. من عناي حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم ارحمك. ايه تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي. ايه رايك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركه. يا قليل الادب. كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جبه. هبقى حلي لك بقك ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعضله لحمه. مالك يا بركوت؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. تعملي فيها سواء نص الليل. خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك قال اللي ما شافش من الغربان يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ شاركنا فيها. انت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها ايه؟ لمسة واحدة من ايدي خليها لك عروسة. ليه صحار؟ لا دكتور ميكانيك. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا. والسواقة كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخي يا جارية كلف يا سيدي. نقرا الفاتحة. ايه؟ نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ولا ندوسك.
عندكم صاحب المال فاهموا معاه حاجه بالعقل. لما تقع علينا البطيخه ب3 جنيه ونص هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله ب100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم ايه يا معلمي؟ شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية ب4 جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. 4 جنيه 4 جنيه لوكازيون. بقول لك ايه؟ يا حمولة العربية كم بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام صح. يلا بينا. ده نصيبك يا بطة، وده نصيبك يا زوكا، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى إن شاء الله؟ هنشغلك حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما زوك. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكاف. دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي، ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاء سي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله؟ بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6000 جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطبيب. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروط.
باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله، باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا. خويا لو بتيخه روحك بدع على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر. هيجيب العمده والغفر ويكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنى يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخه بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله، انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير، ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا، ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص، عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي، روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص، اتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعالى بص، اتنين ونص. تعالى بص، اتنين ونص. تعال يا بوس، اتنين ونص. اديله 100، اديله 100، اديله 150، 175، اديله 100، 175. قوم العربية اللي مستعادة. اتنين ونص. قول لاخور. مية وخمسين. مية وخمسين. اتنين ونص. وتعال لو بص. اتنين ونص. تعال لو بص. اتنين ونص. ماشي يا صاحبي. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، 12 يلا انت اهو من هنا.
احنا واقفين في ملك الحكومه، هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع، ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرزية عايزين يبيعوا في سوق ما معهمش ترخيص، ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم، امال ايه الحكاية؟ انا واقف في عرضك، انا في عرضك يا سعاده الباشا، احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. ايه اتكلم؟ عايزنا نبيع له حمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بين رمي الجدة تبيه؟ جدة يا ابني. الله عيني. في عرض الحكومه، في عرض عرضك يا باشا، في عرضك يا سعاده الباشا، في عرضك. احترم نفسك، حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع، واي حد يتعرض لهم، اي حد، خدوا على النقطه. اه يا فندم، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. يلا كل واحد على حال سبيله. يلا اتنين ونص وتعالى بص، اتنين ونص تعالى بص، اتنين ونص تعالى بص، تعالى بص. طب اتنين وبس، اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس، تعالى بص، اتنين وبس. جرايه يا باشا، انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم، من ساب كاره اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذة بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقولة يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهة وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه بسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ لاسع مني 10 بواكي هو الواد صح. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل، لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر؟ أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. الماشفين دول استحاله طبعا. يعني عدم المؤاخذه نشوف لنا صرفه معاهم؟ لسه بتسال يا بلاسي؟ جبتك سعيده. مع السلامه، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة؟ اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد، ليش لزوم يا معلم؟ هالشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي، افتح الطريق منك له. طريق السلامة.
ما يدفع. ابص لقدام. ازاي؟ هي كاميرا.